الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى من كل يوم بإذن الله تعالى نقرأ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتعلق بأجل العبادات وأعظمها وأرفعها قدرا، وهو ما يتصل بأحكام الصلاة. نبين فيه ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه العبادة الجليلة، ونتناول فيه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أمر الله عز وجل في محكم كتابه المؤمنين بالصلاة في آيات كثيرة، وأثنى على المصلين المقيمين لها، وأثنى على المحافظين عليها والدائمين والمداومين لفعلها، وجاء ذكر بعض أعمال الصلاة في كتاب الله عز وجل من الركوع والسجود والقنوت ونحو ذلك. إلا أن القرآن العظيم لم يبين صفة الصلاة على وجه التفصيل كسائر أحكام الشريعة، فإن القرآن يأتي في أحكام الشريعة بالإجمال، ثم يأتي البيان والتفصيل في هدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ففي قوله وفعله ما يبين ما أمر الله تعالى به في كتابه، وهذا يتبين به عظيم منزلة السنة، وأن السنة ليست شيئاً لا حاجة لأهل الإيمان به إلا في معرفة أحوال ووقائع، بل في معرفة الأحكام والعبادات، فإن معرفة السنة ضرورة لإقامة شعائر الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا يعني أن السنة في الحجية كالقرآن في دلالتها على العقائد والأحكام، كما أنها تثبت من الأحكام ما يثبته القرآن، فتأتي تفصيلاً وبياناً. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر وهو القرآن أنزله الله عز وجل وجعل بيانه لسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فكان في قوله وفعله ما هو بيان وإيضاح لكثير من الإجمال الذي جاء في القرآن. فالصلاة على سبيل المثال أمر الله تعالى بها في كتابه، وقد جاء بيانها بفعله وقوله صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا بيان أن الصلاة المأمورة بها والتي أمر المؤمنون بإقامتها والتي جاء الثناء عليها في قول الله وقول رسوله إنما هي ما كان عليه حاله في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على امتثال ذلك الأمر، ولم يقتصروا فقط على الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته في خاصة أنفسهم، بل اجتهدوا في تعليم الناس ونقل ذلك على وجه البيان والإيضاح لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقلوا حركاته وسكناته
نقلوا قيامه وقعوده، نقلوا موضع يديه في أحواله كلها في القيام والركوع والسجود وبين السجدتين، فنقلوا نقلا مفصلا دقيقا لصلاته صلى الله عليه وسلم، حتى نقلوا اضطراب لحيته في صلاته صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بذلك على أنه كان يقرأ في السرية صلى الله عليه وسلم، بل الأمر أبعد من ذلك، كانوا يسألونه عن ما أشكل عليهم مما لم يتبين لهم. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته، ماذا يقول فيه، عن سكوته بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة ماذا يقول فيه. فهذه العناية البالغة والاحتفاء الجلي الظاهر بأفعاله صلى الله عليه وسلم وأحواله في الصلاة يتبين بها أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا على غاية الحرص في الامتثال لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي حرصهم أيضا على نقل ذلك للأمة من بعدهم، فإن رؤيته صلى الله عليه وسلم لا تتيسر لمن يأتي بعده، لكننا نراه من خلال وصف أصحابه لصلاته ومن خلال نقلهم لأقواله صلى الله عليه وسلم. فصلاته موصوفة وصفا تفصيليا لا يغيب عنه دقيق ولا جليل من أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اعتنى العلماء بجمع ذلك، أي جمع الأحاديث المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أنه يحقق إقامة الصلاة التي أمر الله تعالى بها في كتابه، كما أنه لا يتحقق للعبد تمام الأجر وكماله إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شرط قبول العمل أن يكون لله خالصا وأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاريا، فمن خالف شيئا من ذلك نقص من أجره بقدر مخالفته. ولهذا يا إخواني ينبغي لنا ونحن نكرر هذه العبادة صباح مساء في الفروض والنوافل أن نتعاهد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، لأن ذلك يعيننا على الاتساء به والاقتداء. ولا تظن أن هذا يحصل بقراءة مرة واحدة، فمن الناس من يسمع هذا أو يقرأ هذا الحديث مرة واحدة ثم يكتفي به، الإنسان ينسى، والعلم إنما يثبت بالتكرار، فراجع ذلك بين فترة وأخرى حتى يثبت وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنك وتمارسه عملا، فما فات أو كسلت عنه ذكرك إياه ما تسمعه أو تقرأه من صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقرأ الأحاديث الجامعة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث ونعلق بما يفتح الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء
ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذان الحديثان أو الثلاثة أحاديث هي من أجمع الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها وصفت الصلاة إجمالاً. أما الحديث الأول فهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بوصف أو باسم حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. وذلك أن هذا الحديث له قصة، وهي أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه على نحو جلوسنا هذا، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم امتثل الرجل فذهب فصلى على نحو صلاته الأولى، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع الرجل وجاء مرة ثالثة فسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ما عندي أحسن من هذا، هذا الذي أحسنه، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تضمنه حديث أبي هريرة، حيث قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء هو تعميم الماء للأعضاء التي أمر المؤمن بغسلها، أن يعم الماء العضو الذي أمر بغسله فأسبغ الوضوء، وهذا شرط من شروط الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال ثم استقبل القبلة، أي توجه إلى القبلة. إذا كانت الكعبة بين يديه فيجب عليه استقبال عينها، لا يكفي استقبال الجهة بل يجب استقبال عين الكعبة. وأما إذا كان نائيا عن الكعبة فإنه يستقبل جهتها
كما قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكما قال: فولوا فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالاستقبال هو إلى الجهة لا إلى عين الكعبة. قال: فكبر، وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، وسميت بهذا لأن الإنسان يدخل في حرمة الصلاة، ولهذا تسمى تكبيرة الإحرام. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وسيأتي بيان أن الذي تيسر مما يجب قراءته هو سورة الفاتحة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع أي احني ظهرك راكعا حتى تطمئن راكعا. وحد الركوع الواجب هو الانحناء بقدر وصول اليدين إلى الركبتين، هذا الحد المجزئ. وأما الحد الذي يتحقق به السنة فهو أن ينحني انحناء يمد فيه ظهره، كما سيأتي في وصف صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. أمره بالرفع، وهذا في الرفع من الركوع، وهو الاعتدال بعد الركوع. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما يقوله في الركوع، لأن الوصف الآن إجمالي، وهو أيضا لما لاحظه النبي صلى الله عليه وسلم من النقص في صلاة الرجل، ولذلك لم يأتي في الحديث ما الذي يقوله حال ركوعه. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، أي حتى تنتصب قائما، وذلك كما جاء في رواية ابن ماجة: حتى تطمئن قائمة. وفي رواية رفاعة قال: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، أي ترجع العظام إلى موضعها. وبه يتبين أن القدر الأدنى في الاعتدال بعد الركوع هو أن ينتصب قائما على حال يعود فيه كل عظم إلى موضعه. أما ما يفعله بعض الناس من أنه إذا قارب الانتصاب بعد الرفع من الركوع هوى ساجدا، فهذا مسيء في صلاته، لم يأتي بما أمر الله ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتدال قائما. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أمره بالسجود، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض، لا يكون سجود بلا وضع الجبهة. ولهذا إذا لم يتمكن الإنسان من السجود على جبهته سقط السجود على بقية الأعضاء. فالذي لا يستطيع أن يسجد على الأرض بوضع جبهته على الأرض لا يجب عليه أن يضع يديه ولا قدميه ولا ركبتيه، لأن كل هذه الأعضاء تابعة للأصل، فالأصل هو السجود بالجبهة بوضع الجبهة على الأرض. فقوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أي ضع جبهتك على الأرض، ويتبع ذلك الأعظم السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، وهي اليدان والركبتان وأطراف القدمين. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل هذه الأعمال في صلاتك كلها. هذا الوصف جاء معالجة لخطأ، هذا البيان النبوي جاء معالجة لخطأ. خطأ من؟ خطأ الصحابي الذي أخل في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص في شأن صلاته. ولهذا يعد هذا الحديث وصف علاجي لخطأ، وليس وصفا ابتدائي لكيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، لكنه بيان لما يجب مراعاته، وأن من أخل بهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث فإنه لم يصلي، لقوله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة التي أمرت بها. فمن لم يعتدل قائما، من لم يعتدل في سجوده، من لم يطمئن في ركوعه، وهلم جر في بقية ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي إخلال بشيء مما ذكره النبي في هذا الحديث يعود على الصلاة بالإبطال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولا تعجب يا أخي، ترى هناك من الناس من يخطئ في صلاته خطأ
يعني قد يستمر عليه سنوات لجهله وعدم علمه، فينبغي أن يبادر إلى التعلم حتى يقيم الصلاة على الوجه المطلوب. أما الحديث الآخر فهو حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه، رفاعة بن رافع، وهو رواية لقصة هذا الرجل فيما يظهر. قال إنها لن تتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تتم صلاة أحدكم، لن تتم أي التمام المطلوب الذي يحصل به براءة الذمة، حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها أي في هذه الرواية قال فإن كان معك قرآن فاقرأ. هذا بيان أن الواجب هو القراءة، ومعنى قوله فإن كان معك قرآن يعني إن كنت تحفظ شيئا من القرآن فاقرأ، فإن لم يكن معه قرآن قال وإلا فاحمد الله وكبره وهلل، أي قل الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وهذا هو الذي يجب لمن نسي الفاتحة أو لم يحفظ الفاتحة، وهذا يحصل حتى مع أصحاب المعرفة والعلم، إذا بلغ بهم السن مبلغا قد يغيب عنه الفاتحة، قد لا يقوى على قراءتها منتظمة، فهنا إذا لم يكن معه شيء من القرآن يأتي بالتكبير والتحميد والتهليل. قال ولي أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وهذا بيان لمعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أما الحديث الآخر حديث أبي حميد الساعدي فله مكانه منزلة، حيث إن أبا حميد رضي الله تعالى عنه كان بين عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ولما، يعني ما الذي يجعلك أعلمنا ولست بأكثرنا صحبة ولا بأكثرنا له ملازمة؟ فقال مصرا على خبره بأنه أعلم الصحابة أعلم الحاضرين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اعرض علينا صلاته، يعني أرنا كيف تصلي حتى نرى أتكون صلاتك كصلاته صلى الله عليه وسلم أم لا. وهذا من المنافسة وليس من طلب العلو على الخلق، إنما من المنافسة في الخير والبر. قال رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه أي رفع يديه إزاء منكبيه، والمنكب هو العظم، هو المفصل الذي يربط بين الكتف والعضد، فرفع يديه حذو منكبيه على هذا النحو. وسيأتي بعض الروايات أنه رفع يديه حذو أذنيه، وذلك كله سائغ لأن الأمر متقارب، فإذا رفع يديه على هذا النحو يكون بعضها حذو منكبيه وبعضها حذو أذنيه. قال رضي الله تعالى عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إذا ركع أمكن أي مكن يديه من ركبتيه، وهذا لا يكون إلا لمن ركع ركوعا تاما، ركع ركوعا تاما، بخلاف الذي يركع ركوع لا يحني صلبه على وجه الكمال فإنه لا يتحقق له هذا الذي ذكر رضي الله تعالى عنه من تمكين اليدين من الركبتين. قال ثم هصر ظهره، هصر ظهره أي مده وسواه ولم يجعله منحنيا. قال رضي الله تعالى عنه فإذا رفع رأسه يعني من الركوع استوى حتى يعود كل فقار مكانه، استوى أي استتم قائما، فالاستواء يكون بالتمام، فمعنى قول استوى أي قام قياما تاما حتى يعود كل فقار مكانه أي كل عظم إلى موضعه. قال فإذا سجد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضع يديه أي على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، يعني ليس مفترشا لهما بأن يضع ساعده على السجود ولا قابضهما أي إلى جنبيه، لا افتراش ولا قبض، بل كان صلى الله عليه وسلم بين ذلك
كان يرفعهما ويجافي يديه عن جنبيه، أي يبعدهما عن جنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وانتبه، لماذا ذكر هذا؟ استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني حال سجوده. والسبب في هذا أنه دليل على أنه سجد سجوداً تمكن فيه من السجود، سجود ممكن. بعض السجود يعني يضع الإنسان أدنى ما يكون، يلامس فقط ملامسة، يلامس جبهته الأرض. وبعض الناس اللي ضبطين مرازيمهم ويخافون ينحاس، تجد بعضهم لا يسجد على جبهته، وأنا رأيت هذا بنفسي، يسجد على فمه، ورأيته بنفسي يسجد على فمه لأجل ما ينحاس العقال، ولا إذا كان يلبس عقال أو لا تنحاس العمامة. وهذا غلط، غلط، هذا تفريط كبير، لأنه لا سجود إلا بوضع الجبهة على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجودا ممكنا، يعني يتمكن فيه من موضع من الأرض بوضع جبهته وسائر أعضائه، فإنه لا يمكن أن يتحقق. وجرب هذا في صلاتك، لا يمكن أن يتحقق ما ذكره النبي صلى الله ما ذكره أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، لا يمكن أن يكون هذا إلا لسجود ممكن. قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أي جلس على رجله اليسرى واليمنى منصوبة، هذا أن تيسر. وإذا جلس في الركعة الأخيرة فيما فيه أكثر من تشهد، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا الوصف في مجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم سمع وأقروه على هذا الوصف، فبلغ هذا الحديث مبلغاً عالياً، إذ إنه في محضر 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم سمع وشاهد، كلهم سمع هذا الوصف، وأقر أبا حميد على ما ذكر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه من أجمل الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال دون الأقوال، لأنه لم يذكر في الأقوال شيئا، إنما ذكر كيف كان فعله صلى الله عليه وسلم. ومجموع الأحاديث يتبين بها كل ما يتصل بالصلاة من فعل أو قول، فيجدر بالمؤمن أن يعتني بإقامة الصلاة على نحو ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا. الظاهر بموافقته في الحركات والسكنات والأفعال، والباطن بالاجتهاد في الخشوع كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم في خشوع، حتى يسمع لأزيزه لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كما في حديث المطرف بن عبد الله بن الشخير في وصف صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل إن شاء الله بقية الأحاديث في درس غدا، ونسمع إلى ما جاء من أسئلة.